بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين وانظر لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان زمن وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هتف عليها تائب من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عرشكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، ولو سترهم ولم أقل لكم لو لتسمعون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لم تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغتم إلى يوم القيامة إن لكم لم تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا شركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكسف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون،
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكجوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مجنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.